حكايتي مع بسمة فرحات، قناة الحكايات الواقعية، الروايات والقصص العاطفية. شاركوها معنا ناس وثقوا فينا وحبوا أنهم يشوفوها على شكل قصص مصورة. كنتمنى أن القصص نال إعجابكم وأنها ترضيكم. ما تنسوش دعموا القناة باللايك بالإشتراك وبالبارتاج، ودمتم في أمان الله وحفظه. شكرا على المتابعة. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بغيت نعود لكم القصة ديالي لأن فيها واحد العبرة. أنا كنتمنى أن البنات كاملين يسمعوا ليها باش ما يديروش بحالي. أنا غلطت وغلطت بزاف، ودابا راني كندفع الثمن ديال الغلط ديالي، وما عارفاش فين غيوصلني هاد الغلط. راه ضيع ليا بزاف من حياتي، ضيع ليا بزاف ديال الحوايج زوينين اللي كان ممكن اني نربحهم، ضيع ليا شحال من فرصه اللي هي زوينه بسبب غلط اللي ما كنتش واعيه ليه، ولا ربما اللي جرني موراه وما كنتش واعيه هذيك الوقت. يعني ربما الطيش، ربما عدم تجربه، عدم الخبره. المهم عليه كنقول لكم ديما البنت تحافظ على راسها، واخا تعرفت الولد، واخا تبغيه، واخا ما عرفتش كيفاش يكون كيبان لها هذاك فارس الاحلام اللي ما كاينش في حاله، خص دائما تعز راسها، ما تسلمش راسها لهذاك الانسان اللي كتبغيه. راه كاين حالات اللي كيصدق الراجل مع البنت، كاين حالات اللي كيتزوجوا، ولكن مع الاسف كاين بزاف ديال البنات اللي كيضع عليهم الشرف ديالهم، كضيع عليهم حتى حياتهم، كيلقاو ريوسهم راه ضحيه لواحد العلاقه اللي هي كانت عابره. هي بالنسبه لها راه كان حب، يقدر حتى هو يكون كان كيبغيها في الاول، لكن مع الوقت وربما كيجيو فرص اخرى اللي كيبعدوا بيناتهم، ولا راه الدنيا كتبعد، كاين اللي كيبدا يفكر بلي راه كيما سلمات وهي نفسها راه تقدر تسلم نفسها لواحد اخر وواحد اخر وواحد اخر، بلي راه ماشي هو الاول وماشي الاخر في حياتها، وكتدفع الثمن غالي وغالي بزاف. انا كنت كنقرا في الليسي، كنمشي ونجي في الطريق مع البنات، ضحكه ناشطه بخير، دائما شعري دايره ليه واحد الضفيره طويله، شعري كحال، ملامح ديالي حروفي كحلين، البشره ديالي بيضاء لطيف، والفورمه ديالي طويله مغليضه ما ضعيفه، او كنت محط ديال الاهتمام ديال بزاف ديال الشباب حتى في الليسي. شحال واحد كان كيبغي يكون معايا شي علاقه، وما كنتش كنبغي، كنت كنخاف من دارنا ومن خوتي. حتى جا هاد السيد هذا، ما هضرت معاه حتى داز الوقت بزاف، تقريبا 3 شهور هو غادي ما جي عليا، 3 شهور هو كيتبعني بالطوموبيل ديالو، دائما نفس القصه، حتى البنات ولاو حافظينه وكيضحكوا عليا وكيقول لي هضري معاه، عطيه فرصه، عطيه الوقت، شوفي تبارك الله كي داير، سعداتك انت مالك انت، كون غا جاني انا، كون غدها في انا. مهم كل وحده شنو كتقول، حتى بقيت هكاك وانا بشويه داك الاهتمام بيه بدا كيتخلق فيا، في عقلي وفي قلبي، حتى وليت الا شي نهار ما جاش ولا ما تبهنيش كيبقى فيا الحال كنقول ناري وقيله صافي مشى بحالاتو، وعاود كيرجع ثاني وكنفرح، كيبقى تابعني واحد المسافه عاد كيمشي هو. في الاول كان كيهضر، من بعد بقاش كيهضر ولا غا كيتبعني بالسكات، وانا غايضة ديك اللي كنت دلال فرحانه براسي، عاجبني راسي. بقى هكاك لحتى نزل من بعد هذيك المده كامله، نزل تلقى ليا في وسط الطريق، لقيت راسي قدامه وجه لوجه، ويقول لي السلام، قال لي بقى ما بغيتيش تحني عليا وتهضري معايا، بزمني تبسم، قلت لي شنو بغيتي، قال لي بغيت غنتعرف عليك، وراه ناوي المعقول. هذه هي اول كلمه اللي اثارت انتباهي وهي اللي خلاتني اني نزعم ونهضر معاه. قلت لي ولا باغي المعقول، سير لدارنا، المعقول راه ماشي في الزنقه، اللي بغى المعقول راه كيقلب عليه. قال لي غنهضر وغنشوف ناخذ الموافقه ديالك ونعرفك واش باغاني ولا لا، كنهضروا نديو نجيبو في الكلام. بقيت كنشوف فيه ساكته، ويقول لي نجلسوا في شي بلاصه ونهضروا، خرجت في عينيا تصدمت، عمري ما درتها. قال لي غير هنا واحد الكافي قريبه، نجلسوا فيها نشربوا شي حاجه هكا ونهضروا. ما عرفتش شنو اللي خلاني اني نزعم، اول مره كنزعم كنديرها، وما عرفتش ديك الجراه ديك الوقت منين جاتني، حتى لقيت راسي قلت ليه واخا، ومشيت معاه وانا صاكي ديك الساعه الصكادو دايره فيه الكتوبه. بديك الصدمه ملي حسيت براسي شنو درت، مزير عليه وغادا ويدي كتر عاد بحال ما عرفت فين غادا. مشينا للقهوه جلسنا بدا
كيعبر عليا كيهضر وانا متهدي وانا حاضيك. شي بنت داخله سوق راسك بنت داركم، كتعجبيني الاخلاق ديالك، كيعجبني الشكل ديالك. المهم كاع الهضره الزوينه اللي ممكن يقولها الشاب البنت باش يطيحها في الشباك ديالو قالها لي وانا كنتصنت ليه. انا اول تجربه ليا، عمري ما سمعت ديك الهضره من شي واحد هكاك مباشره، وعمري ما تخيلت اني غنسمعها بهذاك الشكل. بقيت كنتصنت ليه، ما قدرت نقول ليه والو. هو شافني بالله راه تلفت وترونت، بقيت عارفه ما ندير. ويقول لي اعطيني نمرة التليفون ديالك ونعيط ليك ونهضروا. قلت ليه ما عنديش، وفعلا ما كانش عندي، لان با انسان تقليدي محافظ، احنا ممنوع عندنا البنات يكون عندهم البورتابل، شي حاجه اللي ما عندناش. استغرب في ذاك الوقت، قال لي عندكم الفيكس؟ قلت لي اه، ولكن ما قدرش نعطيك النمره ديالو، راه امي اللي كتجاوب ولا خويا، ولا قدرش نعطيك النمره. بقى عاود هكا يشوف بحال استغرب. المهم داس هذيك الخرجه الاولى، من وراها جاو شحال من خرجه وخرجه، هو كيمهد ليا لديك العلاقه ديالنا، وكيقول لي راه بغا غيتفاهم معايا ويكون بيناتنا واحد الحوار ونعرفه مزيان ويعرفني وغادي يتقدم لدارنا. داكشي اللي كاين هو داك الوقت كامل اللي كيتقرب مني فيه ما قالش يا بالله، راه دافع الوراق لكندا وكيتسناهم يخرجوا ليه. تخيلوا في ديك المده كامله هو كيقول لي بالله كشي يامات وغادي يجيب الوالده ديالو، كيتسنى الوالده ديالو تجي من الجنوب، كاينه في الداخل عند اختها كيتسناها غتجي وغادي يجي يتقدم ليا، وانا متيقاه كيلبها لي بحال المخ ديالي بحال دار ليا واحد التنويم مغناطيسي. بقيت كنفكر، بقيت كنخدم عقلي نهائيا، ما عرفتش كيفاش وليت كنسمع ليه. اللي قالها ليا كنديرها بلا تردد، تقت فيه واحد الثقه عمياء. هذاك قلة التجربه ديالي، واني عمري ما خرجت، اني ما كنعرف حتى شي حد، وحتى داك المواجهه بيننا وبين الناس ما كايناش بزاف، حنا بسد علينا بزاف في الدار، حتى الخروج ولا المشي عند العائله ولا في المناسبات ما عندناش بزاف. لا عندنا شي حد، واكثريه الا كانوا رجال ما كنخرجوش لعندهم، ممنوع هذاك الشيء. وربما هذا الشيء اللي خلاه انه يتمكن مني بهذاك الشكل، حتى تيقته وقيت راسي واحد العجينه طريه بين يديه. بقينا هكاك مع المدة، حتى قنعني باش نجلس انا وياه في الدار، في دارهم، على اساس راه ما كنجلسوش مرتاحين قدام الناس ونهضروا يلا نوريك فين دا فين تزاديت وفين عايش ويلا معايا نبدل الحوايج دغيا. المهم كاع الحيلات داروا حتى قدر اني ياخذ مني الموافقه ونمشي معاه. كان يلا جاي من لاصال متريني وعرقان في حوايجو، قال لي يلا معايا دغيا نبدل نبدل وطلعي معايا هكا دغيا نبدل وندوش ونهبطو. بقيت متردده في الاول، في الاخر وافقت مشيت معاه لدارهم، وكانت هذيك هي اول خطوه في هذاك السلم ديال الحيطات ديالي. مشيت معاه بلا ما نعرف كيفاش لقيت راسي دخلت معاه في واحد العلاقه اللي هي محرمه، اللي عمري ما كنت كنتخيلها. انا واحد الانسانه اللي مسدينه، اللي كنصلي الصلاه فوقتها، اللي كنعرف بيني وبين الله، بقى كيكذب عليا وكياكد عليا صافي راه انا الصمانه الجايه ان شاء الله الوالده جايه غادي نخطبوك كوني هانيه من هذه الناحيه. مهم بقى هكا تاكل عليا دماغي مزيان، وليت كنبغيه، وليت كنحمق عليه، وكنخاف غير يغضب مني، ملي كيطلب مني شي حاجه وليت كنخاف يكع عليا ولا يغضب. مهم من بعد هذيك العلاقه اللي وقع عندي، انا مبقيتش بنت، بقيت كنتسنى الوقت امتى غيجي. كيقول لي هاد السيمانه غادي يجي، داز سيمانه وليت انا كنتسنى فيه من بعد ما كان هو اللي كيطلبني ويرغبني باش نوافق، باش نقلع الدار، باش نخرج معاه، غير باش نشوف فيه وباش نتبسم ليه. وليت انا اللي كنتسناه وخايفه انه ما يجيش لعندي. ايوا من بعد بقى كيجي عندي، ماشي تقطع ولا نقاطع عليا، راه كيجي عندي. ايوا داس بقيت انا وياه تقريبا هكاك واحد شهرين، من ورا هذيك الواقعه هو كيقول لي غير صبري. حتى من بعد ديك واحد الايامات ولا كيجي عندي غير على رجليه، ما كيجيبش الطوموبيل. ملي كنسولو فين هي الطوموبيل كيقول لي راه عند المعلم، راه خاسره. هو ديك الوقت باع الطوموبيل ديالو وكمل عليها وخلص الفلوس ديال هذيك الوكاله اللي اولا لاجونس اللي غيقادو ليه الورق ديالو على حساب كندا، وانا مفراسي ما نعاود. حتى السيد مشى وخلاني ما
ما عرفت حتى شي حاجه، ما عرفت والو، راه حتى داز مود عاد عرفت الفيلم كامل. حتى مشيت للدار ولقيت راه داكشي كامل كان غير كذب. هاديك الدار اللي مشيت ليها ماشي دار والديه، هاديك غدار شي صاحبو، مو مساكنه الشمه. حتى صاحبو غير بقيت فيه في الاخر ويقولها ليا، قال لي راه مشى لكندا، راه يعني غاسير يدبر على شي وحده اخرى، عاش باش شنو ديري، نسيها لك، مشى لكندا. تما كاينه تحطمات الاحلام ديالي، حطمني وزاد ما عقلش عليا، دارني لعبه تفلع عليا، دوز بيا الوقت على ما جاو ليه الوراق ديالو ديال كندا ومشى بلا ما يتلفت ليا. دا الذنب ديالي، اشنو الذنب ديالي انا اللي بغيت وثقت فيه؟ اشنو الذنب ديالي انا اللي عمري ما عرفت شي واحد، اول واحد عرفته في حياتي ضيعني ومشى وخلاني؟ كيفاش غادي نواجه دارنا؟ كيفاش غادي نقولها لدارنا؟ كيفاش غنواجه عائلتي؟ راه با يقتلني لا هو لا خويا. ما بقيت عارف شنو ندير. كملت هذاك العام، نجحت بالسيف باش نجحت بزز، نجحت غير بنقطه اللي ماشي سالية، ماشي كما موالفه انا خسدت عليا، وغي كنبكي وغا معصبه وكنفكر كيبان ليا غير الانتحار راه هو الحل ديالي. وحتى ملي كملت القرايه ديالي جا خطبني واحد السيد اللي ميمكنش انه يترفض، خطبني واحد مهندس دولة جا خطبني. يعني كل ما كانش بقى لي داكشي كان غيكون بالنسبة لي واحد الحلم كبير، وكان غيكون بالنسبة لي واحد الفرحة اللي هي كبيرة. ملي جا خطبني تخلعت، تصدمت، لأن عرفت أن دارنا غادي يوافقوا عليه. شنو الحاجة اللي هتخليهم ما يوافقوش عليه؟ وليت كندير فيه جميع السبات، أي حاجة خيبة قلت عليه هداك السيد واخا ما كنعرفوش باش ما يوافقوش عليه. لحتى في الأخر مرت بالاعصاب، هذاك الضغط اللي ولا عليا وليت حتى كنغيب، حتى كنغيب ما كنعقلش على راسي. دار فيا المرض، دار فيا الاعصاب، ودار فيا كل شيء، اي حاجه خايبه زرعها فيا من بعد ما كنت بنت لي هي من دارهم، من بعد ما كنت مديها في قرايتي، من بعد ما كنت مع عمري ما درتش حاجه اللي عيبه، حسرتني انا كل اللي عيبه. كيفاش غادي ندير انا في حياتي ومستقبلي؟ ما نقدرش ندير شي حاجه، كيفاش غادي نستمر انا في الحياه وانا بحال هكا؟ الزواج عمري ما بقيت نحلم به، شكون الانسان اللي غيقبل بيا وانا في هذا الوضع هذا؟ شكون هو الانسان اللي يتقبل انا ياخذ مرا اللي تفلع عليها واحد اخر ويديرها هي في مرا في دارو؟ ما بقيت عارف شنو ندير. حاليا كنقاهم بحال كنازع، بحال داك اللي كيحتضر شي حد اللي كيموت وكينازع، راه بحال هكا كندير. حياتي كلها مظلمه في عيني، ما كتبان لي حتى شي حاجه اللي هي زوينه. امي كتقول لي وباهز لك، واش كاين شي وحده يخطبها مهندس؟ تبارك الله، وواقع لك هكا كرك كطيري وتنقزي بالفرحه، كرك كطيري حتى للسقف. حياني يا امي بتيراني، فعلا كنطير حتى للسقف، كنطير بالخلعه، كنطير بالفقصه، بالعصاب وبالمرض. هذاك الانسان هذاك عمري ما نسامح ليه، ما نسمحش ليه، لانه كذب عليا، كذب عليا واستغلني بواحد الطريقه بامشع طريقه. عليها كنقول لكم البنات، ما تثيقوش، ما تثيقوش، راه واخا ما عرف شنو يقول لكم، واخا ما عرف كيفاش يمثل عليك، انا راه شهور هو تابعني، شهور هو تابعني، حتى هضرت معاه وفي الاخر دارها بيا ولعب بيا كيما بغى، وخلاني انا دابا ما عرفتش، خلاني ما انا بنادمه، ما انا حتى شي حاجه، راه حيوان حشاكم وماشي بحالي انا بزاف عليا. ايوا والله الله يدير ليش تاول ديال الخير، ويا ربي ما بغيت حتى وحده تكون في الموقف ديالي وتحت في هذا الموقف ديالي.